يعني احنا النهارده عايزين نتكلم. طبعا احنا مش بنقلل من اهميه متابعه اللي بيحصل طبعاً لاخواتنا في فلسطين، وده احنا حتى لو حاولنا احنا مش هنقدر لدرجه احنا ادمنا خلاص تتابع الاخبار. تمام. ايه اللي بيحصل لنا نفسيا وفسيولوجيا؟ بيحصل حاجه يعني الطب البشري والطب النفسي والصحه النفسيه اتفقوا في الحته دي، انه الانسان أفكاره ومشاعره هي اللي بتبقى مسببة لأمراضه. يا نهار أبيض. طبعًا. يعني وفي أمراض كتيرة في الطب البري ملهاش علاج يعني نهائي. فيزيكال يعني بأدوية وكده. بتعيشي طول عمرك على نظام معين، يعني هو ما معنى الشفاء؟ إن الإنسان يعيش من غير دواء ومن غير ممنوعات، ده كده في صحة وعافية. صح. أما طول ما الإنسان مضطر ياخد أدوية معينة أو يلتزم بنظام غذائي معين أو يمتنع عن بعض الأشياء، ده معناها إن هو عنده علة أو عنده حاجة مش مظبوطة. فالطب البشري معروف إن في حاجة اسمها ضغط عصبي، في حاجة اسمها سكر عصبي، في حاجة اسمها قولون عصبي، في حاجة اسمها حساسية من أنواع مختلفة، في حاجات كتيرة قوي أمراض في الطب ملهاش علاج نهائي. انسان بيعيش طول عمره ممنوع من حاجات، وبتبقى في جمله صعبه قوي يقولها الدكتور: ممنوع تتعرض لاي انفعال. ازاي بقى ده ايه؟ اللي هو ده انت لو قاعد في البيت وقافل عليك اديني مكان الاكزخانه او المحل او حاجه اللي ممكن اشتريها ان انا ما اتعرضش لانفعال، فده مستحيل. فبما ان احنا بنتكلم على انه ما هذا الادكشن اللي جالنا تجاه ان احنا مش قادرين نسيب الأخبار، احنا غصبا عننا مش قادرين نسيب الأخبار اللي موجودة دلوقتي، وهي أخبار الحقيقة دموية مؤلمة دموية ومؤلمة وضد حقوق الإنسان وضد الإنسانية وضد حاجات كتير قوي. فطبيعي ان احنا نبقى عندنا حتى فضول على اللحظة الجاية، عايزين ايه اللي هيحصل. واحنا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، احنا بقى عندنا بدأت الحكاية دي مش بس بقى تسمحي لي من وقت كورونا، لا ده من ايام الثوره. احنا بقالنا ايوه صح، بس خفت شويه كده بعد 2013 لما استقرينا وفرحنا وريحنا ريحنا شويه. ولكن في حاجه اسمها قانون الجذب، في حاجه اسمها انا مرنت عقلي اللاواعي عن طريق الواعي. حته مهمه بين قوي بين قوسين دول. أيوة. بين قوسين، يعني احنا كلنا نبقى عارفين المعلومه دي، احنا بكلامنا وافكارنا ومشاعرنا اللي بنبرمج اللاواعي. فالواعي هو اللي بيبرمج اللاواعي، فاحنا عندنا برمجه لاواعيه كلنا غصبا عننا من كتر الاحداث المتتاليه عبر سنوات عدت العشر سنين. عدينا عشر سنين صحيح. اوكي. فاللي كان عنده سنه بقى دلوقتي عنده 11 او عدى العشر سنين، واللي كان عنده عشر سنين بقى عنده حاجة وعشرين سنة. صحيح. فتخيلي حضرتك ان احنا بقالنا فترة طويلة، لانه كمان في كانت وقت قبل الثورة فيها مشاكل او تحديات، وبعد كده الحاجات الاقتصادية والحاجات السياسية والحاجات وكان في كذا حدث في أحداث. طيب احنا متفقين على ده ان احداث كتير، لكن هل السؤال بقى هو